اسماعيل في نهايه تصوير فيلم لامورا اللي كان سبق وتكلمنا على في طنجه. اليوم سي اسماعيل كنت واجد معك في مدينه تفشاون، يعني عشت معك هذا النهار هذا وانت كتصور هذا الفيلم، ولكن لاحظت واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي جات على لسانكم بان هناك اكراهات جد صعيبه وصعيبه جدا. يمكن سي محمد اسماعيل يحكي لنا على هذه الاكراهات؟ الاكراه الاول هو ان هذا الفيلم ما كانش خصو يدار، ما كانش خصنا نديرو نظرا لسقف الدعم الهزيل اللي تعطانا هذا الفيلم، مع العلم بانه فيلم تاريخي غادي يتصور، كان المفروض يتصور في جهة طنجة تطوان، لأنه كنا نصور في تطوان في طنجة في شفشاون في القصر الكبير وضواحي تطوان بما فيها ولا وأزلا وأمسا وتمرنوت. طبعا ما قديناش نصوروا هادشي كامل في هادشي هذا، اكتفينا بتطوان طنجة شفشاون تطوان شفشاون القصر الكبير والنواحي ديال الأزلا والمناطق الجبليه ديال هذه المنطقه. ما صورناش في ولاو نظرا لانه رئيس ديال الجماعه ديال ولاو خوا بينا طافي التليفون فحال مجموعه ديال الرؤساء الاخرين اللي هما ديال مدن الساحل. ما صورناش في طنجال نظرا لان السي الياس العمري وعدنا بواحد البلعه ديال الوعود وما وفاش بها حتى هو طافي التليفون. ما عرفتش واش اتصالات المغرب قطع عليهم التليفونات ولا كيفاش. بالنسبه لتطوان اكراهات لا تتصور، اعداء النجاح يعني اعطاهم غير الله يعني باللي كاين، واحد المجموعه ديال الوعود لا من ناحيه ديال العماله ولا من ناحيه ديال الجماعه ولا من ناحيه ديال التي لم تكتمل، حتى هما تليفون معلق. ما فهمتش يعني انا ولد تطوان جاي من تطوان، عمري في الدنيا ما سعيت حتى لحد، عملت 9 ديال الافلام وما طلبت حتى شي حاجه حتى شي نهار، ولكن في الفيلم هذا اللي ما قدش عليه عطوني كوردة باش نعلق راسي، وهكذاك ركبت التحدي على اساس انه كاين الناس اللي غادي يتعاونوا معنا وكاين وعود بالمعاونه. الساعه ما شاء الله اللي كيهضر معاك يشوفك انك سبيلبرغ ولا ما عرفتيهاش، يعني جاي من الميريكان. سيارة العتيقة ديال تطوان كلهم خلونا حتى آخر ساعة وقال لك يعني 5000 درهم النهار وكاين اللي 8000 درهم، يعني حتى واحد الشاحنة اللي كنا غادي نستعملوها شروها وقال لك خلصها أنت وما يبقوا بها. ما فهمتش هذا الجسع وهذا الويل هذا اللي ولا في مدينة تطوان. ما كانش هكذا صورنا فيها حتى واحد الطبيب تبارك الله عليه، كنا غنصوروا في تحت العماره ديال الطير، جينا عندي كيقول لي ودابا قطعتوا علينا الطريق وقطعتوا علينا الرزق هذاك القزار. مع العلم بانه يعني قطعنا الطريق 5 دقائق باش نصوروا اللقطه. مع العلم بان هذا الفيلم كيحكي المعاناه ديال الجيش المغربي اللي كان في عهد فرانكو او بمسمى في منطقه تسمى الريغولاريس. 320 ألف ديال الناس اللي مشاو من هنا اللي رجع فيهم غير ما عرفتيهاش، وهذوك الموتيلادوس اللي كاينين تما اللي كنلقاوهم كنا في الفدان واللي تخلص واللي ما تخلصش شيء واللي خداو له فلوس واللي باقي مقطع به الحبل واللي ما رجعش. هذا الفيلم معاناة ديال هاد الناس هادو، معاناة ديال هاد الناس هادو. رد الاعتبار الريغولاريس اللي مشاو من شمال المغرب واللي ماتوا وما عارفينش علاش ماشيين، لان كانت المجاعه وكان المصائب
حنا هذا الفيلم هذا غد الاعتبار، غد الاعتبار هاد الناس. وواحد يعني حكايه واحد الفتره تاريخيه عصيبه من تاريخ المغرب 1921 حتى 1939، فيلم تاريخي كبير كبير ما كبير على الله. ولكن شكون مع من انت؟ يعني اعداء النجاح واعداء والناس اللي يعني الجشع اللي ولا فيهم كيشوفوا فيك الدولار وكيشوفوا فيك. انا ما عنديش الدولار، ما عندي حتى الدرهم باش يكون عندي الدولار ولا المصيبه هذه. كلمة اخيرا المخرج المغربي استاذ اسماعيل. كلمة اخيرا غنقولها دابا، يعني فن التغناج بالززم احب من احب وكاره من كاره. ان شاء الله باقي عندنا سينا وحده هنايا غنصوروها ونقولوا الله يرحم ولي ادريس. شكرا استاذ اسماعيل. حول ولا قوة الا بالله، كوارث كوارث.